اليوم نحن في هذه المسيرة الوطنية الشعبية التي مرة أخرى الشعب المغربي كعادته مع القضية الفلسطينية ومنذ بداية هذا العدوان مباشرة بعد طوفان الأقصى و7 أكتوبر. اليوم نحن نقف كشعب مرة أخرى لنتضامن مع إخواننا في فلسطين ولنقدم لهم التحية عاليا لما يقومون به. المقاومة الفلسطينية أبانت عن مقدرات وعن مقومات تقاوم بها هذا الاحتلال الهمجي المدعوم بأمريكا وبالدول الغربية. الشعب الفلسطيني البطل وفي غزة أثبت عن صبر وصمود ووقوف إلى جانب المقاومة، لكن اليوم نحن نعيش على بعد مخاطر كبيرة. العدو الصهيوني النازي يحضر ويضغط من أجل الوصول إلى رفح، إلى حدود مصر، حيث يقطن أكثر من 1 مليون فلسطيني نازح مدني. فعلى الدول العربية والإسلامية وعلى قادتنا أن يضغطوا على هذا العدو الصهيوني، ونملك من القوى ما يمكن أن نوقف به هذه الحرب. اليوم لم يعد أمامنا إلا أن نتحرك، فهذه المسيرة هي صرخة، هذه المسيرة هي دق ناقوس الخطر، هذه المسيرة هي أكثر من تضامن وتنديد، هي مطالبة للدول العربية والإسلامية ولقادة الدول العربية والإسلامية أن يتحركوا. كفى من الخذلان، كفى من هذا المواقف المخزية. علينا أن نتحرك لنوقف العدوان على إخواننا وأشقائنا في فلسطين وفي غزة. اليوم هو يوم آخر يؤكد فيه الشعب المغربي على أنه يحمل في قلبه فلسطين، كل فلسطين، وبأنه يعتبر أن المعركة ضد الصهيونية وأن المعركة ضد الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني وضد الجرائم الصهيونية كافة، هذا النضال يجب أن يستمر، لأن العدوان مستمر، ولأن فلسطين في خطر، ولأن الجرائم الصهيونية متواصلة ومتصاعدة. الآن يهددون بقصف رفح، أي بتقتيل مئات الآلاف من الفلسطينيين، ويعملون على تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه تهجيرا آخر بعد تهجير 1948. الآن العالم كله بدأ يقتنع بأن الكيان الصهيوني ليس كما كان يبدو، بأن الكيان الصهيوني كيان إرهابي، كيان مجرم، كيان يجب أن يحاكم وأن يحاكم قادته. هذه القناعة التي تظهر في الملايين التي تجوب شوارع كل أنحاء العالم، أوروبا، أمريكا، أستراليا، إفريقيا، الدول العربية، هذه المسيرة هي أيضا ليطمئن الشعب الفلسطيني بأنه ليس وحده. طبعا هذه مسيرة يعني دائما مستمرة حتى نقطع مع هذه الغدة السرطانية التي تنخر المجتمع الفلسطيني. نحن هنا نندد بالتطبيع وبالعلاقة المغربية الإسرائيلية وما تقوم به من تطهير عرقي في حق الشعب الفلسطيني. نقف كذلك لهذا التخلي العربي والتخلي المغربي عن الشعب الفلسطيني الذي يباد ويحرم من الماء ومن الكهرباء ومن الطعام. هذا يعني قتل عن سبق إصرار وترصد، ولكن العرب نائمون ساهمون. ويعني لو حدث هذا في دولة أوروبية لرأيت الكل يندد ويحاصر. نتذكر ما حصل في شارلي إبدو، كيف اقتيد الحكام العرب كالقطيع لكي يساندوا فرنسا، والآن يعني خجلوا، لم يخجلوا من أنفسهم
وهم يشاهدون شعبا يباد أمام العالم. هذه وقفة شعبية تمثل مختلف فئات الشعب، النقابية والحقوقية والجماهيرية، بجانب الشعب الفلسطيني تذكر تشبثها بحقوقه المشروعه في اقامه دولته الفلسطينيه وعاصمه القدس، وهي تذكر بالتضحيات الجسام التي تحملها الشعب المغربي وزال يتحملها من اجل الوصول الى هذه الاهداف النبيله، وانها لمسيره حتى النصر والسلام. هذه مسيره من سلسله المسيرات التي ينظمها الشعب المغربي للتضامن مع فلسطين، والمطلب المستعجل والمركزي اليوم هو أن تقوم الدولة المغربية بوقف التطبيع، لأن كيانا يقوم بالجرائم التي قامت بها إسرائيل في غزة يجب أخلاقيا أن يعد كيانا يستحق المقاطعة، يجب أن كما كانت تقاطع جنوب إفريقيا يجب على العالم كله، على شرفاء هذا العالم أن يقاطعوا يعني كيانا في القرن 21 يقوم بالإبادة الجماعية. أقل ما يمكن أن يقوم به حكام المغرب هو أن يلغوا كل اتفاقيات التطبيع وكل ما يترتب عنها، وأن يعتبروا بأن هذا القطاع هذا الكيان يستحق أن يعامل كما كانت تعامل جنوب إفريقيا.